هي فعلا أن الميزانية أن التصويت ديالنا كعضو ديال العدالة والتنمية في المعارضة الامتناع، لأنه هذه الميزانية لا تلبي الحاجيات. أولا كاين أكثر من 91% من المصاريف الإجبارية ديال الميزانية ديال 17 المليار اللي بقات تقريبا فيها واحد المليار و600 مليون، اش غادي دير المدينة الجديدة اللي فوق الساكنة ديالها تفوق 220,000 في السنة؟ هذه التسيير. ثانيا اقترحنا في المداخل، لانه كاين مداخل اللي ماشي في المستوى، اقترحنا باش يكون تكتيف وتكون التنميه ديال المداخل. اولا باعطاء وسائل الاشتغال للموظفين، الاليات المكتبيه. ثانيا تكتيف اللقاءات مع المديريه الاقليميه للضرائب، ويكون حاضر فيها البلديه، ويكون حاضر فيها السلطات الاقليميه، ويكون حاضر فيها المصالح الخارجيه باش ننميو واحصاء الملزمين ونسهلوا عليهم، وتكون لان الظروف ديال الجائحه ويكون سميتو باش ممكن المداخل باش نلقاو ما نصرفوا. ورغم ذلك راه كتمشي منها 92% من الميزانيه. لهذا التحدي اللي عندنا الا وقفنا غير عند الشراء ما غادي ندير الجامعه والو، ولكن خصها تنفتح على بطريقه ديال الاتفاقيات وديال الشراكات. واليوم الدوله راه صادقت على القانون ديال القطاع خاص عام، قطاع عام خاص اللي خصها الاستثمار. ولهذا اقترحنا فسميتو من الاسباب الرفض انه المصارف والاعتمادات ديال التكوين ضعيفه جدا، لانه خصنا كفاءات، خصنا مؤهلات اللي تخرج تقلب لنا، دير اجتماعات، تواصل مع المؤسسات وكذا. اذا خصنا التكوين للموظفين وللمنتخبين. سي مقبول، الباقي استخلاصه هي فوق 30 مليار. نعم. واش هاد الجامعه تعزات على استخلاص هاد الباقي استخلاصه اللي تراكم منذ سنه ومنذ المجلس؟ هاد الباقي استخلاصه يمثل البعبوع للجامعات الترابيه بصفه عامه. ملي كنتكلموا على الجديده عندنا اكثر من 30 مليار سنتيم ديال الباقي استخلاصه. اولا خصنا نقسموه لثلاثه المحاور. المحور الاول كاين واحد العدد اللي ما يمكنش نستخلصوه، ماليه ماتوا ماليه كذا، اش غنبقاو تابعينهم؟ وهذه معركه تشريعيه راه كان مقترح على البرلماني باش يمشيو في هذا الجانب. ثانيا كاين واحد الطرف اللي ماليه تحولوا، اللي هما اللي ما معروفينش، خص الجامعه يكون عندها بنك ديال المعلومات ديال العناوين ديال الملزمين باش تواصل معاهم. ثالثا داكشي اللي بقى، داك الطرف الثالث اللي بقى، داك ممكن الجامعه تغلب عليه، دير تسهيلات مع الناس وتواصل معاهم. وهكذا ممكن اننا الا استخلصنا في غير الثلث في هذا الباقي استخلاص، وراه الجامعه الحمد لله غتسير. سي مقبولي، بخلاصه على ضوء هذه الدوره ديال تصويت على الميزانيه، شنو الافاق ديال المجلس في هذه السنه والسنوات القادمه؟ الافاق الى تكتفت الجهود، الى كان انفتاح على المعارضه اللي كتقدم مقترحات بناءه وكتشجع المجلس، وكان التعاون، اننا ممكن نمشيو بعيد.